بالنسبه للفريق ككل تمام. وبالنسبه لرامي ربيعه، يعني راجل فرق معاك انت شخصيا كمان ازاي؟ لا الراجل عامل تكتيك معين بنحاول نمشي عليه، اللي هو بننقل الكره من تحت. الراجل ما فكره برده ما بيحبش ان اللعيب المدافع يطفش كره كتير، فلا هو والتحركات لعيبه الوسط او الهجوم ليهم تحركات معينه، بيحاول يفكر يلعب باتنين فراوده. اكيد حضراتكم يعني شفت الموضوع ده في كذا ماتش، لمروان وبادجي في كذا ماتش بالظبط كده. فهو عنده افكار كتيره بيحاول يقدمها وبيحاول نتعود عليها في الماتش، لان احنا النادي الاهلي متعود بقاله كتير ما بيلعبش باتنين فراوده، فمحتاجين برضو وقت ان احنا نتعود عليها. فهو بيحاول ماتش ورا التاني يدخلها. فهو الطريقه دي اتكلم معاكم فيها انها تجهيز لمشوار افريقيا؟ لا لا ما ما اتكلمش، هو بيجرب كده بالظبط. واحنا كلعيبه بننفذ، يعني انت بتقدم حاجه في التمرين وبتحاول تنفذها في الماتشات، فما بتسالش يعني هي دي تجهيز ايه اللي بعد كده، فانت بتشتغل شغلك من غير ما انت تسال يعني. فانا شايف ان هو شخصيه كويسه، يعني الجهاز الفني كله يعني بصراحه لما بيحتاج واحد بيبقى محتاج حاجه بيتكلم معاهم بصفه وديه، مش بشكل رسمي ان هم جهاز فني وانت كلاعب كوره، لا انت يعني ده اللي منجح الموضوع ان احنا في اخوه. في ناس ممكن تبقى واخده تصور عن فايلر ان هو شخصيه جامده او شخصيه شديده مع الفريق، هل ده انطباع حقيقي عند لا الناس؟ لا لا طبعا، يعني هو حتى بنفسه لما بيتكلم معانا بيقول لنا لو حد عنده مشكله او حد ما بيلعبش عنده عايز اوضح له وجهه نظر ان هو ما بيلعبش ليه، يجي يتكلم معايا بصفه وديه، هشرح له الموضوع وهشرح له ايه الاسباب اللي بيلعب او ما بيلعبش او في حاجه ناقصه او مش يعني. لا الموضوع